ادلب سرمين 16/10/2012. الله يهلكم الله يهلكم. القصف الصاروخي على المدينه من نظام الاجرام الاسدي. الله يهلكم جاهين. تصاعد الدخان والغبار من هذا المنزل الذي تم دمر تدميرا شبه كامل جراء القصف العشوائي على سرمين. الله يضربهم الله يضربهم بقلبهم الله يضربهم. تدمير منازل فقر أس ساكنيها حسبنا الله ونعم الوكيل. شهداء بالارض والجرحى بالارض. الله يهلكم جاهين محمد. الله يهلكم.